انتخابات؟ فعلا انا اعتقد باش نكونوا معناها واضحين، ما عندناش انتخابات في تونس. انا اعتبر وانه عندنا انتخابات، انا اعتبر وان نحن قريب نوصلوا لل 25 جويلية، ربما نختلفوا في الراي حول المساله هذه، ولكن في حزب العمال نعتبروا عندنا عامين خارج الجمهوريه. نحن خارج الجمهوريه او خارج سجل او معجم الجمهوريه، خارج جمله، باعتبار وان الى حد الساعه هذه عندك شخص يحكم هو اللي عمل، هو اللي طبق الفصل 80 كما أراد، هو اللي عمل الأمر 117، هو اللي عمل الاستشارة، هو اللي عمل دستور بنفسه ولنفسه، هو اللي عمل القانون فهمتي من الانتخابي، هو اللي حل الهيئات الرقابية والهيئات منها الدستورية. نحن في حكم فردي فهمتي من المطلق، هو اللي رجع السلطات فهمتي منها وظائف. فبالنسبة لنا نحن نعتبر أن نحن خارج سجل الجمهورية، نحن في نظام سياسي نجم تقول عليه تقول لأنه ما هو الجمهوري. هل ثم حاجات قيس سعيد تقول لي أنا ما زلنا نتكلم وهنا ما زلنا كذا؟ لا، هذاك ما زال بطبيعة الحال ديما مربوط بموازين قوى، قادر باش يسكت الناس الكل، مش قادر باش يسكت الناس الكل، قادر باش يحط الناس الكل في الحبس ولا مش قادر، قادر باش يضرب الهيئات الكل ولا ما هوش قادر. وانا اعتبر وانه بالنسبه للمجتمع فهمتي منها المدني والجمعيات مهددين بمشروع القانون فهمتي الجديد. وخلينا نكون واضحين، انا قلت لك من قبل احد الشراح الكبار الا انه قيس سعيد لا يؤمن بالوسائط، وابدا منكم انتوما دار السيد اللي عمل وقت المحاضره سي خليفة، أول ما قال لي عليه هذا الأولاني، هذا نمر واحد، وبعد جاء للأحزاب، وبعد جاء نرجعوا ساعة ثانية في إجازة. ما عندي سؤال، بتشارك في الانتخابات الرئاسية سنة 2024؟ ما هيش انتخابات لأنه شارك، مش نشارك تو نحن نعتبروها انقلاب ونعتبروها مهزة ونعتبروها حكم فردي مطلق، وتجي تقول لي إجا باش نشاركوا لين تصير الساعة. نفترض باش تصير، لانه انا البارح سمعت معسكري اكد انه فما انتخابات في 2024. أيه. معناه حمل امامي من الان قبل باكثر من عام حزب العمال حزب العمال لا مش مشارك، احنا المسار كامل رافضينه، ورافضين ورفضا مطلقا، ونحن نريد اسقاط هذا المسار. لا يعني وانا نريد رن العوده نتاع قبل 25 جويليا ولا لا، نحن في المؤتمر طرحنا حاجه بطبيعة الحال نحن نظروا للمستقبل. معناها من الآن حمل أمامي وحزب العمال ما همش يشاركوا في الانتخابات الرئاسية 2024. مازال وقته. لا لا مش مشاركوا. مش مشاركوا قال لك. لا قطعي كان يا خليفة اسمع فينا ولا ماناش لأن ماناش مش نشاركوا، لأن سي قيس سعيد تو عنده عامين في الحكم، ورينا شفنا المشترات الكل، شفنا والحاجة اللي مش نقول لك فرحانين برواحنا، لا لا. نحن ما نقولها وبأسف كبير ما توقعناه، هذاك هو فهمتي من اللي صار.